حنتكلم هلقيت عن الثيرويد جلاند. المنطقة هذه ومثلها بكون هنا اسمس اوف ثيرويد جلاند، هذا كله لاترال لوب اوف ثيرويد جلاند، تقريبا هذا اهم تو ستراكشر للثيرويد، شكلها بتر فلاي. المهم بنتكلم عن الارتيريا سبلاي لها، اهم شكلها هذا سوبيريور ثيرويد ارتري، فرع من الاكسترنال كاروديد ارتري. ماشي، اول فرع هو تقريبا على ما اظن اول فرع هكذا. هذا نيرف انترنال برانش، انترنال برانش للسوبيريور لارينجيال نيرف اللي هو فرع من الفيغاس. انترنال بمعنى ان الاثنين حيخشوا هنا، بنشوف من جوا. هذا هما اثنين سوبيريور ثيرويد ارتري انترنال برانش لسوبيريور لارينجيال نيرف. واضح كيف؟ بدنا نحكي معلومه مهمه بالنسبه للمنطقه هذه. هلقيت الانترنال برانش بتاع سوبيريور لارينجيال نيرف هو سنسوري للسوبرا جلوتيك ريجون، سوبرا جلوتيك ريجون، بينما الاكسترنال برانش للسوبيرو لارينجيال نيرف هو الموتور بس للكريكوثيرويد مسل. هلقيت الانفيريور لارينجيال نيرف او هو ريكرنت لارينجيال نيرف بكون هو موتور لكل المسل تاع اللارينكس ما عدا الكريكوثيرويد. اتمنى تكون معلومه تكون واضحه. علم عليه الريكرنت، ايوه ريكرنت لارينجيال هذا هو. طيب بنشوف المنطقة الثانية هنا الأرتيريا السبلاي لإله، طبعا اثنين في عنا سوبيريور، هي اثنين. بالنسبة للإنفيريور ثيرويد أرتري، هذا إنفيريور ثيرويد أرتري فرع من الثايرو سيرفيكال ترانك اللي هو فرع من السبكليفيان، بتمنى يكون واضح. هذا هو اللي بيكون ماشي معاه اللي هو ريكارينت لارينجيال نيرف أو الإنفيريور لارينجيال نيرف اللي هو بيكون موتور لكل العضلات مع تكريك ثيرويد سهلة. ماشي، هنا في المنطقة هذه بارا ثيرويد جلاند سوبيريور تو سوبيريور وتو انفيرور، هذا مكانه ثابت. اما الانفيرور لا، عادة بيكون مكانه فاريبل. إيه نشوف هنا هذا الهايويد بون هو فري بس اللي شابكين فيه عضلات اللي بيكون ماسكين فيه. إيه هذا البادي اوف هايويد بون جريتر هور الليثر هون. ماشي، الستايل هاي الليجامين بيرتبط في الليثر هون. هذا جريتر هون بتمنى يكون واضح، هاي الليثر هون. ماشي، هكذا بالنسبة للميمبرينز هذه أو الليجامين، يعني هذا اسمه ليجامين هذا ميمبرين، ثايرو هايويد ليجامين أو ميمبرين، ثايرو هايويد ميمبرين هذا هو. هنا ثايرويد كارتليج، ثايرويد كارتليج هذه بسموها تفاحة آدم أو آدمز أبل، ماشي بتكون باردة عادة، بتمنى يكون واضحة. هذا هو. طيب نيجي تحت، هذا كريكوت كارتليج، كريكوت كارتليج هو بكون عند ليفل سي 6، بعدين هو الـ only complete ring في التركية، complete ring، نتأكد من الكلام هذا معقول، complete ring، هذا هو، واضحة؟ بينما كل اللي بعديه يو شيبد، وهنا تراكيال في مصر اللي مسكراه بتخليه يعني زي انبوبة. هذا يبقى مين؟ هذا كريكويد كارتليج، بينه وبين الثيرويد كارتليج كريكو ثيرويد ليجامنت او ممبرين. ماشي، هلقيت هذا مهم كتير في ايش؟ في الكريكو ثيرويدوتومي، كريكو ثيرويدوتومي، كريكو ثيرويد ممبرين او ليجامين سهلة. اما تراكيوستومي لا، الكريتوستومي تحت، يعني 2 3 4 و 3 4 5 في الكارتليج اللي هي يو شيب. هذا كريكو ثيرويد مسل. شكرا.